أهلا بكم مشاهدي موقع تحيا مصر، معاكم بس الجديد من أشهر مصمت في مصر كلها، مصمت بحة. النهاردة احنا في المصمت وحابين نتعرف على صاحب المصمت ونعرف هو ايه سر شهرة المكان وازاي هو وصل للي هو فيه دلوقتي. ممكن حضرتك تعرفنا ازاي وصلت لده؟ أهلا وسهلا. أولا يعني المحل اتعاقبت عليه أجيال، احنا يعتبر الجيل الثالث وبيتم إعداد الجيل الرابع والخامس. أول جيل اللي هو كان جدي مؤسس المحل الحاج محمود بحر، الكلام ده من حوالي 82 سنة، والمحل قائم لغاية دلوقتي. سبب شهرة المحل طبعا يعني إن الحاجة تكون كويسة، الحاجة تكون بلدي، نوعية الزبون اللي جه عندي برضو، يعني كان مشاهير هنا كتير قوي، يعني محمد أنور السادات كان من هنا، صدام حسين كان من هنا، يعني دي يعني دور رؤساء. بالنسبة للعبة الكورة كتير، بالنسبة للممثلين كتير، أستاذ عادل إمام، أستاذ محمد رمضان، يعني أستاذ الله يرحمه ممدوح عبد العليم. يعني المحل تعاقبت عليه أجيال ويتم إعداد دلوقتي الجيل الرابع والجيل الخامس اللي هو بيتمثل في ابني يجي بعدية، لسه الحمد لله مخلص ثانوية عامة، خش جامعة وبعد الجامعة. يعني أنا عندي ولاد عمي محاميين ومحاسبين وبرضه في المحل، لأن يعني ما ينفعش المحل يقف فيه حد غريب، لازم احنا اللي نكون واقفين. ده من ضمن اسرار نجاح المحل ان الانسان يكون في مهنته بايده، ما يكونش فيها، ما يعتمدش على العامل بس، لازم هو يكون موجود ويكون متواجد في مكان عمله. طيب المكان حضرتك بتفتح من امتى لامتى؟ 24 ساعة المحل مفتوح، 24 ساعة هنقفل 5 ايام في رمضان، هم دول الاجازة السنوية بتاعتنا. عندكم دليفري بقى لو حد مثلا في دليفري وموجود على الصفحة، الأرقام التليفونات، الأرض تتصل بالأرض، الأرض اللي هو شغال أكتر، الموبايلات ممكن يعني يبقى فيه مشكلة بتاع في ضغط، إنما الأرض شغال 24 ساعة المحل شغال طوال أيام الأسبوع. حابب تتوسع بعد كده مثلا في مكان غير في مصر ولا حضرتك حابب مصر بس؟ أصل الأكلة دي أشهر بلد اللي بتعملها مصر. يعني حضرتك يعني هي الأكلة مصرية أصيلة، يعني أيوة. يعني يعتبر من التراث، يعني يعتبر المصريين هم اللي مؤسسين الأكلة دي. في محلات فتحت بره مصر بس دي مش تبعنا، يعني في سرقه اسامي وفي دلوقتي مشاكل وكده على الموضوع ده، لان احنا بقى فروعنا في مصر بس. ده الفرع الرئيسي عمره 80 سنه او 82 سنه عمر المحل هنا. ليكوا فروع تانيه؟ لينا فروع تانيه يعني، بس اسامي من العيله بس مش تبع المحل، يعني في ولاد عمي فاتحين مثلا، فاتح هنا، انما الاساسي بحة المصريه. ده الفرع الاصلي. ده الفرع الاساسي. ده اللي بيجي ليه المشاهير كلهم. ده اللي بيجي ليه المشاهير، ولو حد يعني كان من هنا ولقى مشكله ده سأل من رابع المستحيلات، ان انت تدخل في بحة المصريه ويبقى في مشكله في اي حاجه. انا مسؤول عن الفرع بتاع السيده زينب شارع المصريه. حضرتك اسمك ايه؟ محمود بحة، محمود مصطفى بحة. نورتنا يا فندم. وبكده جولتنا في مصمت بحة خلصت النهاردة، استنونا في جولات تانية مع موقع تحيا مصر. هنا ده المحل بيبقى فاتح 24 ساعة، وهنا بيبقوا قاعدين ناس، وهنا كل ده بيبقى زحمة جدا بالليل، وهنا كمان. شكرا لمشاهدي موقع تحيا مصر.